القرآن كتاب الله فيه صلاح الدنيا والآخرة، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه بعد نزوله مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن سبل حفظه أن قيض الله له رجالا عملوا على خدمته وخدمة أهله، فقد من الله على وزارة الأوقاف بتحمل مسؤولية تنظيم تلك المسابقة القرآنية العالمية المباركة، بالإضافة إلى المسابقات المحلية منذ 26 عاما في خدمة كتاب الله. وبناء على ما تحقق، حازت المسابقة على تأييد ودعم كل الهيئات العالمية القائمة على خدمة القرآن الكريم والعمل في مجالاته، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكان الريادة بين كبريات المسابقات الدولية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 26 عاما مرت على تنظيم مسابقة القرآن الكريم وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، وإذ كان لجذوة المنافسة الإيمانية بين الأجيال في حفظ كلام الله تعالى وربط الأمة المسلمة بكتاب ربها، حيث انطلقت أولى المسابقات الدولية للقرآن الكريم بفروع بسيطة اعتمدت على حفظ القرآن الكريم مع التجويد والترتيل والتفسير فقط للناطقين باللغة العربية. أما بغير الناطقين باللغة العربية فقد اعتمدت المسابقة على حفظ القرآن الكريم في تجويد وترتيل 3 أجزاء فقط من غير الدارسين بالأزهر. القرآن الكريم ما يتضمنه من معاني الرحمة والوسطية والاعتدال والتسامح والإعمار والبناء وخدمة الإنسانية والاستقرار ونبذ الغلو في السلوك والأفعال بعد حالة الإرهاب الفكري التي مرت بها الأمة العربية أدت إلى توقف المسابقة لثلاثة أعوام. هذه الجرائم البربرية النكراء ما لبثت أن تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف. سنستمر في مواجهة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام. فانطلقت مرة أخرى للتأكيد على ضرورة فهم المعاني الصحيحة للقرآن الكريم وتفسيره صحيحا. الفهم والاتباع خاصة ما يخص أغلى حاجة في الدنيا، الدين ده أغلى حاجة في الدنيا لكل إنسان، لأن هي علاقة الإنسان بوجوده كله. من حقنا أن نفكر وأن نتدبر. معجزة القرآن الكريم اللغوية والكونية والفكرية والعلمية كمنهج إيمان وعمل لنهضة الدول والأخذ بأسباب العلم الرشيد المفيد الدافع إلى التقدم والتطور، دفع وزارة الأوقاف إلى وضع خطط جديدة تعلي من شأن المسابقة العالمية، لتشهد المسابقة الدولية 21 في ثوبها الجديد دخول أفرع جديدة تعتمد على الحفظ والفهم والتجويد والترتيل والتفسير وبيان أسباب النزول، لتصبح تأكيدا على معجزات القرآن الكريم في الأخذ بأسباب العلم الرشيد الدافع إلى التقدم والتطور. القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
مصر حملت على عاتقها لواء الوسطية وتأصيل وترسيخ الفهم الصحيح المستنير لكتاب الله عز وجل، وفتح جميع فروع المسابقة للجنسين للإيمان بدور المرأة وحقها في التعلم والتعليم ودورها في نشر الفكر الإسلامي الصحيح المستنير ووقوفها إلى جانب الرجل، واعظة ومربية ومعلمة ومحفظة لكتاب الله. كما تتضمن المسابقة لأول مرة فرعاً للناشئة تحت سن 12 عاماً وفرعاً آخر لذوي الاحتياجات الخاصة. المسابقة في ثوبها الجديد أعلنتها وزارة الأوقاف على النحو التالي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارس العلوم الشرعية أو العربية للجنسين حتى سن 40 عاماً. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن 30 عاماً. الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة تحت سن 12 عاماً. كما يشارك في المسابقة 10 محكمين دوليين، وسيتم على هامش المسابقة عقد بعض الندوات العامة حول أهم القضايا التي تهم العالم الإسلامي، إضافة إلى تنظيم جولات سياحية لأهم المعالم الحضارية والتاريخية والدينية. هذا وتحتضن القاعة الكبرى في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات هذه المسابقة العالمية الكبرى في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم ودور وزارة الأوقاف في الوفاء بحق هذا الدور. هذه صفات الحافظين كتابه حقا حقا، فكن بصفاتهم متخلصا.